يكثر في هذه الأيام أن أفراداً من خارج البلاد يتصلون على الناس بالهاتف ويقولون بأنك مسحور وقد رأيناك في المنام أنك كذلك، فإذا أردت أن نفك سحرك فافعل كذا وكذا أو ادفع كذا. يقول ما المشروع في مثل هذا؟ لا تستمع لهم، لا تستمع لهم، أغلق الجوال أو التلفون، لا تستمع لهم وما يقولون. هؤلاء كذبة بطلة شياطين، احذروهم وحذروا منهم. نعم، لا تفتح لهم المكالمة ولا المجال. نعم.